السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكة ياسمينة للنواعم. اليوم جينا بوصفة جديدة، رايحين نديرو الطمينة. مقادير وصفتنا لنهار اليوم، رايحين نحتاج 2 كيلات من السميد الخشن. يعني هنا استعملت انا بالكاس، وكل واحد يستعمل الكيله اللي حب عليها. عندنا 2 كيلات من السميد الخشن، اللي نقدروا نديروا السميد الخشن كما نقدروا نديروا السميد المتوسط اللي يكون رايح للخشن. عندنا كيله من العسل مع كيله من الزبده، يعني نفس مقدار الزبده راح نديروه نفس مقدار العسل. اول حاجه رايحين نبداو في السميد تاعنا نحمصوه. هنا باش نحمصوه لازم نستعملو حاجه تكون ثقيله، يا مقله يا نستعملو الطاجين اللي نطيبو فيه الكسره تاع الرخسيس. هنا على نار اقل من المتوسطه رايحين نحمصوا السميد تاعنا حتى ياخذ اللون الذهبي، ودائما مع التحريك المستمر باش ما يتحرقش. واذا كانت كميه السميد اكثر من هذه فرايحين نحمصوها تدريجيا، يعني بالكميات قليله، ما نحمصوهاش على مره باش يجينا السميد تاعنا مليح. هنا انا في الكميه هذه اللي استعملتها حوالي 20 دقيقه باش تحمص لي السميد تاعي، يعني دائما على نار اقل من المتوسطه. كل واحد يستعمل الكميه اللي حب عليها، هو الاساس انه نفس الكيله فقط نخدم بها جميع المقادير بهذه الطريقه، دائما مع التحريك المستمر حتى ياخذ اللون الذهبي. هنا فقط مع الضوء والتصوير انه ما يبانش مليح اللون الذهبي. هكذا كيما راكم تشوفوا، يعني بدات يتلون لون السميد تاعنا، بدا ياخذ اللون، فراح نزيدو حوالي دقيقه ونحيه من على النار. هنا بعد ما السميد تاعي يتحمص مليح لازم نفرغوه في حاجه كبيره باش يبرد وما يكملش يطيب، لانه كان نخليوه في المقله راح يزيد كمل يزيد يتحمص مع السخانه اللي تكون شادتها المقله. هكذا نخليوه يبرد تماما. هنا بعد ما برد السميد تاعي كيما راكم تشوفوا دائما مع التحريك المستمر نخليوه يبرد حتى يبرد تماما. بعد ما يبرد السميد تاعي رايحين نبداو في الطمينه تاعنا بكل سهوله. رايحين نضيفوا كميه العسل مع كميه الزبده، يعني نديروا كميه العسل مع كميه الزبده باش تبقى لنا الطمينه تاعنا طريه، وباش كميه الزبده ما تطلعش فوق، يعني ما تسيباراش كميه العسل مع كميه الزبده وتولي لنا يابسه مع الوقت. فكي نديروا كميه العسل مع كميه الزبده نفس الكميه فراح تبقى شاده روحها وتبقى طريه، يعني حتى لو كانت بات. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناة على المواصلة. هنا كيما راكم تشوفوا راهي كمية السميد نضيف فيها تدريجيا. يعني هنا انا استعملت 2 كيسان فقط، كأسين اللي هما كأسين من السميد، فكل واحد يستعمل على حسب نوعية السميد اللي يستعمل، كمية السميد اللي عنده، نوعية السميد اللي عنده. كما راح دوكا نشوفوا القوام اللي رايحين نتحصلوا عليه، وكل واحد يستعمل السميد كمية السميد على حسب نوعيته. هكذا كما راكم تشوفوا هذه هي الطمينه تاعنا. هنا راهي تبان لكم شويه خفيفه، ولكن راح نخليوها ترتاح مده 5 دقائق باش نعرفوا السميد تاعنا اسكو نزيدوا كميه السميد ولا ما نزيدوش. هنا بعد ما كملت 5 دقائق وارتاح السميد تاعي كيما راكم تشوفوا، وشرب لي شويه كميه الزبده مع كميه السوائل كيما راكم تشوفوا، هذا هو قوام الطمينه تاعنا. ما يكونش لي جاري وما يكونش لي شاده روحها يابسه. هكا التزيين يبقى اختياري، فانا حندير فقط دوائر بهذا الشكل مع القرفه، يعني نعرفوا الطمينه الجزائريه مشهوره بالقرفه، يعني التزيين تاعها لازم يكون فيه القرفه، وكل واحد يدير التزيين على حسب الرغبة ويبقى اختياري. هكذا حنتلقاو نشوفوها في صحن التقديم. هذا هو شكل الطمينة تاعنا لنهار اليوم، كان تزيين بسيط وسهل وسريع، ورايحين نتلقاو ان شاء الله في وصفة اخرى وفي موعد اخر.